بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم أمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى، نعم، يا أيها النبي قل لأزواجك، آية التخيير أو آية الخيار، آية التخيير. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وشرحنا مناسبة هذه الآية، وذكرنا بعض الآثار التي تتعلق بها أيها الإخوة. وبقي والله أعلم أن نتكلم في قوله أمتعكن. ما معنى المتعة هنا؟ ما معنى المتعة هنا؟ المتعة هنا ليست المتعة العامة التي تفهم أيها الإخوة من ظاهر اللغة، وإنما هي المتعة الاصطلاحية، المتعة الاصطلاحية بمعنى متعة المطلقات، متعة المطلقات التي ذكرت في قوله سبحانه وتعالى من قائل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم والله بما تعملون بصير، من سورة البقرة. وشرحنا هذه الآيات باختصار فقط من باب التذكير أيها الإخوة، لأن العهد بعيد كما يقال بيننا وبين سورة البقرة، باختصار حتى لا تنسوا يعني إيش الوضع، نعم، والحكم في مسألة المتعة، متى تجب، متى تستحب ولا تجب، قضايا. باختصار، المرأة أيها الإخوة إما أن تكون مدخولا بها وإما أن تكون غير مدخول بها، المطلقة يعني، المطلقة إما أن تكون مدخولا بها وإما أن تكون غير مدخول بها. نبدأ بغير المدخول بها، عقد عليها، نعم، ولم يدخل بها. غير مدخول بها إما أن يكون قد سمي لها المهر وإما أن تكون غير إيه؟ مسمى لها المهر، المهر مسمى، المهر غير مسمى، المهر مسمى، المهر غير مسمى، واضح؟ بنص الآية ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، هنا المتعة واجبة على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاع معروف حقا، الله يقول حقا، هذه هي المتعة الواجبة باتفاق الفقهاء. انتبهوا، فيما عداها اختلفوا، لكن هذه ليس فيها اختلاف، هذه ليس فيها اختلاف. إذن المتعة الواجبة تجب لمن؟ تجب للمرأة المطلقة غير المدخول بها وغير المسمى مهرها، وغير مسمى إيه؟ مهرها، بنص الآية من سورة البقرة، واضح؟ هذه إيه؟ طلقت ولم يدخل بها ولم يسمى لها، لم يتفقوا على المهر، لم يتفقوا على المهر، فهذه لا متعة، ليس لها شيء من المهر، ليس لها شيء من المهر. الآن طلقت ولم يدخل بها وسمي لها المهر بنص الآية التي ولتها، بنص الآية التي ولتها أي تلتها أو عقبتها أو أعقبتها، فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم، نصف المهر المسمى، إلا أن يعفون إذا أحبوا أن يسقطوا إيه؟ يسقطوا حقهم هن النساء أو إيه؟ الولي. اختلاف أيضا بين الصحابة بين المذاهب الأربعة، ما المقصود إيه؟ يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو الذي بيده عقدة النكاح، الزوج أو إيه؟ الولي. مسألة طويلة خلافية. على كل حال، في هذه المسألة لها ماذا؟ لها نصف المهر مسمى، ولا متعة لها، لا متعة على جهة الوجوب، لا متعة لها واجبة أبدا، واضح؟ نأتي الآن إلى المرأة التي التي طلقت وقد دخل بها. المرأة المطلقة والمدخول بها نوعان، مدخول بها مسمى لها المهر، مدخول بها غير مسمى لها المهر، دخل بها ثم طلقها، فإن دخل بها وسمى مهر وطلقها اتفاق الفقهاء يثبت لها المهر كاملا،
ما في كلام، هذا هو المهر، هذا المهر الذي يأتي كاملا لأنه دخل بها، عقد عليها وسمى مهرا ودخل بها ثم ضرع كاملا، واضح؟ فإن دخل بها أيها الإخوة ولم يسم لها، لكن شوف دخل بها ولم يسم لها مهرا ثم طلقها فلها مهر المثل ولا متعة لهما. إذن عندنا أربع حالات، عندنا أربع حالات، المتعة واجبة فقط في حالة واحدة وهي المرأة غير المدخول بها وغير المسمى لها. في حالة خامسة مش المطلقة عاد، وهي مسألة المفوضة، مشهورة جدا في الفقه وفي الأصول، يمثل بها دائما في الأصول، يمثل بها دائما، وهي المفوضة معروفة، مسألة إيه الإمام علي عليه السلام وابن مسعود رضوان الله تعالى عليه وبروع بنت واشق، وبروع بنت إيه واشق، مشهورة جدا. المفوضة ما هي؟ المفوضة عقد عليها ولم يدخل بها ولم يسم لها ومات عنها، مش طلقها، مات عنها، اختلف فيها، ما فيها نص، هذه ما فيها نص في كتاب الله واختلف فيها الصحابة. ابن مسعود يعني استخار الله فيها وظل يفكر فيها شهرا كاملا شهرا كاملا ثم قال لها مهر مثلها، لها مهر مثلها ولا عدة عليها طبعا لأنها غير مدخول بها، مستحيل في عدة على كل حال إلى آخر المسألة. لكن هذا موضوع أمتعكن، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هنا وضح أن التمتيع أيها الإخوة داخل في في السراح الجميل، داخل في السراح الجميل أي في التطليق الجميل. نعم، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ذكرنا في الدرس السابق أنهن من عند آخرهن تسعتهن لأنه أنهن ذكرنا أنهن يعني تسعتهن، لازم هذا بدل تسعتهن رضوان الله تعالى عليهن، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فكافأهن الله تبارك وتعالى مكافأة مزدوجة، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن واضح؟ حرم الله عليه النساء من بعدهن، ممنوع لو ماتت واحدة أو طلقها خلاص لا يستطيع أن يعوضها، واضح؟ ولا أن يستبدل. ثم قال تبارك وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قيل عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، واحد يقول لي ما هذا الكل؟ لا لا، ليش؟ لأن الصحيح من مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الحق أيها الإخوة، أن الحدود كفارات، أن الحدود كفارات، من أقيم عليه بنص حديث عبد عبادة ابن الصامت في الصحيحين، فمن أصاب من هذه الكبائر من هذه القاذورات يعني الحدود من أصاب حدا فأقيم عليه كان كفارة له، النبي يقول هذا، وهذا مخرج في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه وأرضاه. فالصحيح أن الحدود كفارات. ما معنى كفارات؟ يعني من أقيم عليه الحد لا يسأل عن ذنبه الذي حد فيه يوم القيامة. بعض الناس قالوا لا، هي زواجر وليست جوابر، جوابر يعني كفارات تجبر خلاص كالعظم الذي هيض ثم جبر، هيض كزر ثم جبر، هي معنى إيه جوابر يعني كفارات. بعضهم قال لا، ليست الحدود بجوابر وإنما هي إيه زواجر فقط لكي ينكل الآخرون، لكي يخاف ويزدجر صاحب الفعل والآخرون، لكن يسأل عنها يوم القيامة. والرأي الثالث في المسألة وفيها ثلاث آراء التوقف ويروى عن الإمام عليه السلام قال لا أدري أنه النبي قال هذا مرفوعا، لا أدري الحدود كفارات أو ليست بكفارات أو بما معناه، وعلى ما أظن أخرجه الترمذي إن لم تخن الذاكرة. على كل حال لكن الصحيح من مذهب أهل السنة أنهن أو أنها كفارات. إذن هذا هو، لا في حق نساء النبي لا، قال عذابان، عذاب في الدنيا عذاب الحد أو يعني ما جرى مجرى، وعذاب في الآخرة كمان عذاب مضاعف. لماذا؟ هؤلاء نساء النبي. نعم، لأن رفعة المنزلة توجب تغليظ الجريمة وبالتالي مضاعفة الجزاء. أنت لست امرأة عادية، أنت امرأة محمد، ودائما نقول هذا ونذكر به. هذا أيضا في حق في حق الآخرين كالصحابة، صحابي يتعاطى جريمة كبيرة يضاعف له العذاب لأنه صحابي رأى النبي، ليس كواحد منا لا، الآن الأمة عندها منطق، شيء منطق عجيب جدا، لا بما أنه صحابي
له الحق أن يزني ويقتل ويذبح ويفرق الأمة، ورضي الله عنه وأرضاه. ممنوع تتكلم فيه حتى بالنقد العلمي لأنه صحابي. شيء غريب، منطق غير عادي، منطق غير عادي، ضد كل منطق قرآني والنبوي الشريف. بالعكس، الإنسان حين إيه؟ حين تعلو نعم مرتبته وتظهر مزيته تضاعف جريمته، وبالتالي يضاعف إيه؟ يضاعف جزاؤه، يضاعف جزاؤه. نعم، قال يضاعف لها العذاب ضعف. واحد يقول لي ما هي الفاحشة المبينة؟ فالحقيقة الذي يرتاح له الصدر أن تؤخذ هذه الكلمة على ظاهرها. الفاحشة المبينة واضح ما هي الفاحشة، وبهذا صرح مسروق أبو عائشة ابن عبد الرحمن رضي الله عليه، قال الفاحشة الفاحشة واضح. الله لا يسمي ذنبا عاديا إيه فاحشة، إيه مبينة، فاحشة مبينة هي الفاحشة. ابن عباس كأنه يعني إيه تعاظم هذا، كيف تخاطب أمهات المؤمنين بهذا الشيء، وكيف يفترض أنه هذا ممكن يقع مع أنه مستحيل أن يقع، لكن فرض المحال ليس بمحال، فرض المحال ليس بمحال. لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا، وهذا محال، أكبر أمحل المحال، أمحل المحال إله مع الله، إله من دون الله، لكن يمكن فرضه، يصدق. القضية الشرطية كما أقول دائما، القضية الشرطية صادقة وإن استحال وقوع شرطها، صحيح؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. في نبي يشرك؟ رسول الله يشرك؟ مستحيل، من أمحل المحال، وهي قضية صادقة، قضية صادقة، القضية الشرطية تصدق وإن استحال وقوع شرط، في المنطق، من قواعد علم المنطق لوجيك. فنعرف هذا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن الخسرين. إذن ما في شيء عظيم هنا أن الله يقول يعني لو أتت إحدى نساء النبي بفاحشة، هذا ليس أفحش من أن يكفر النبي، أن يشرك النبي، قد هذا مليون مرة. فلماذا نحن يعني إيه نتورع نقول هذا قضية لا تقع بإذن الله، لا يمكن امرأة النبي أن تقع في فاحشة، ولكن هذا للتعليم وللتأديب، هذا للتعليم وللتأديب، لأنهن بمكان الأسوة وبمحل القدوة، وبمحل القدوة يهتدى بهن ويقتدى بهن رضوان الله تعالى عليهن جمعوات، عليهن جمعوات. نعم، ابن عباس قال فاحشة مبينة هي النشوز والتأبي، أنها لا تسمع كلام النبي، هذه ليست فاحشة مبينة، وفسرها كذا، يروى عنه أنه قال هذه الفاحشة مبينة، كأنه يعني تعظمه أن يقول الفاحشة هي الفاحشة، لا، هذه قضية شرطية. يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، أي مخيفة. لا يشفع لك أنك زوج محمد، عند الله ما فيك، عند الله ما في نسب إلا بالتقوى. ما تقول ليش أنا ابن النبي وأنا صاحب النبي وأنا ابن عمه وأنا زوجته، إلا بالتقوى. وسوف يتبرهن هذا بعد قليل، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تخاطئ، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. منطق الإسلام كما نفهمه، كما تشربناه أيها الإخوة، وكما ينبغي أن يتشربه كل مؤمن ومؤمنة، هو الذي اختزله مولانا المعاصر شيخ الدعاء محمد غزالي رحمة الله عليه. وطالما اقتبست هذه العبارة الجيدة، قرأتها وأنا صغير وأثرت فيه، قال عند الله ابن البغي أرفع وأكرم من ابن النبي إذا أحسن الأول وأساء الثاني. في عند الله هذا ابن نبي وهذا ابن حرام، ما في ابن حرام وابن حلال، في ابن بغي، نعم ابن زنية لغير رجدة، لكن إنسان تقي، عند الله أكرم من ابن نبي يدخل جهنم، ابن نوح على جهنم، زوجة نوح على جهنم، زوجة لوط على جهنم مباشرة، عم النبي أبو لهب على جهنم. ما في هذا رب العالمين؟ هذا إحنا الذين نتعاطى بهذه الأشياء، هذا أبو رئيس وهذا وزير وهذا أمير وهذا خفير، وهذا إحنا، الله ما عنده زي هيك، لأن الكل خلقه، لأن الكل خلق الله تبارك وتعالى، خلقه بكون فيكون يعني ما في نسب إلا بالتقوى. يوم القيامة يقول تبارك وتعالى يا عبادي إني جعلت نسبا فأبيتم إلا أن تجعلوا أنسابا فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان فلان ابن فلان فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. وحنشوف إلا بالعمل. يجب أن نفهم هذا المنطق، يجب أن نربي عليه أبناءنا وبناتنا حتى يستقيم فهمنا للدين، وإلا يعتل فهمنا كما هو الآن معتل إلا من رحم الله، وباسم الدين، فهم للدين باسم الدين، وفهم معلول والعياذ بالله، نعم، ومدغول ومدخول. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة، ما معنى يقنت لله ورسوله؟ ما هو القنوت؟ القنوت كما قلت لكم نقل عن أبي بكر ابن العربي علامة المالكية رحمة الله عليه، صاحب القبس وأحكام القرآن، له 12 معنى،
له 12 معنى القنوت، نعم، لكن أشهرها وأقواها هنا القنوت هو الطاعة في خشوع، الطاعة في سكينة، الطاعة في سكون، بدليل حديث جابر وهو في الصحيح. ولخص الحديث، كان الصحابة قبل أن تنزل الآية ماذا يفعلون؟ يصلون ويتكلمون، هو بصلي أي وين رحت اشتريت بعتها كويل الحمد، وبعدين أنت يصير معك مع زوجتك وتكلموا عادي. فأنزل الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، فامتنعوا عن الكلام. إذن هذا تفسير القنوت، صلي في سكون، لا تتحرك وتتلفت وتتكلم ممنوع، صلاة عبادة، هذا القنوت. القنوت هو الطاعة في سكون، ولا يوجبها إلا خشوع القلب، القلب يكون خاشع وباخع لأمر الله والرسول، ما عندوش تأبي وتمرد وارتياب وارتجاف وقلق، ما عنده، عنده خشوع كامل، تجوها الخشع والخشوع. اللهم اجعلنا من أهل القنوت. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. شوف العدل الإلهي، عدل، هناك العذاب إيه؟ يضاعف ضعفين، وهنا الأجر يضاعف ضعفين. نعم، نؤتها أجرها مرتين، يعني أجرا في الدنيا وأجرا إيه؟ في الآخرة، وأعتدنا لها وعلاوة وإضافة على ذلك هيئنا. ما معنى أعتدنا؟ وأعتدت لهن متكأ وآتت، يعني هيئت، هيئت لهن إيه؟ متكئات. طبعا متكأ ليس متكأ واحد، اتباع الجمع بإيه؟ بالفرد، يعني إيه؟ يعني أنه في معنى الجمع، يعني متكئات، افتحوا كتابكم، كتبكم، يعني أعتدت لهن متكأ، متكأ واحد؟ وإنما إيه؟ متكئات، يعني هيئت. قال إيه؟ وهيئنا لها في الآخرة رزقا كريما، غير الأجر لسه، في رزق حسن جميل لا ينقطع، وهو رزق واسع، دل إيه؟ على ذلك قوله كريما، رزق كريم، يعني رزق من رب كريم، يعطي الجزيل لا إله إلا هو، يقبل القليل ويكافي عليه بالجزيل، لذلك رزقه كريم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ما من امرأة مثل كن أو جماعة كن، لأن كن إيه؟ بعنوان نساء النبي، جماعة كن ليس من جماعة إيه؟ تماثلها وتضارعها، مستحيل أن تأتي إيه؟ وتقف على جماعة نساء وتقول هذه مثل إيه؟ نساء النبي، هؤلاء مستحيل. فلا امرأة تشابههن ولا جماعة إيه؟ تشابه جماعتهن. هذا معنى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. الأحسن أن نقف هنا، شوف هذا تعانق الوقفين، إن اتقيتن نقف هنا الآن أحسن. لماذا؟ المعنى يتم، فسرها ابن عباس وهو التفسير الرجيح المليح. الله عز وجل يخاطبهن، وانظروا الآن هذه تكريم، الله يخاطبهن مباشرة، عجيب، ما قالش قل لنسائك، لا لا هن، يا الله يخاطبهن، شيء عجيب. تتخيل أن الله هذا مكانة نساء النبي رضوان الله تعالى عنهن، صحيح؟ شيء عجيب. الله يقول لهن منزلتكن عندي هي الأكرم، مثابتكن لدي هي الأعلى، بشرط التقوى. يا الله، هذه الآية مخيفة أيضا، فيها شيء مخيف. ليش؟ كأنه يقول ليس بمجرد صلتكن إيه؟ برسول الله، أنه قال يا نساء النبي، يعني خلص هذا العنوان، لا ليس بمجرد العنوان، لم يقل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء أبدا، لو قال ذلك وحده لفهمنا إيش؟ أنهن خصصن بهذه الخصيصة وميزن بهذه الميزة لمكانهن من رسول الله فقط، علشان هن زوجات النبي، زي ما نفهم علشان هم أصحاب النبي، غير صحيح. ليس لمجرد أنهن أزواجا للنبي، بل هذا زائدا، يعني هذا إيه مع إيه؟ مع إيه؟ إن اتقيتن، هذا مشروط، يعني كأنه يقول هذا ينفع لكن مشروطا، ولا ينفع بحياله، كالصحبة. هذا فهم للدين، ما فيه هذا الفهم، هذا القرآن، كالصحبة، الصحبة تنفع، مين زي إيه أصحاب رسول الله، لكن بشرط إن اتقوا. ما تقولي لأنه صاحب، مش لأنه صاحب، لأنه صاحب تقي، لكن صاحب جبار، صاحب عنيد، صاحب خربط خلط، راح فيها مسكين هذا، الله يعينه على حاله، والله لا يحسد على أمري، والله العظيم لا يحسد على وضعي. أنا أقول لكم هذا وفي بيت الله. كذلك شوف أمهات المؤمنين، قال إن اتقيتن، معناها إن لم إيه يتقين فوضعهن إيه حرج جدا وصعب، في تهديد، كأنه في ميزة وفي تهديد. فإذا ليس بالعنوان وحده،
ليس بمجرد الصلة أيها الإخوة، وإنما الصلة مشروطة، فهذه الصلة تنفع إذا تحقق إيه؟ الشر طبعا. زوجة النبي وهي تقية، خلاص ما يمكن، ما امرأة مثلها، صاحب النبي وهو تقي ما شاء الله، خلاص انتهى، ما أحد مثله هذا. لكن من غير شر لا ينفع، بالعكس في إيه؟ في تهديد من أول، العذاب يضاعف. شفتوا كيف القرآن الكريم؟ هذا منهج القرآن الكريم، وإليه يحتكم. على فكرة والصحابة كانوا يحتكمون إليه، الصحابة ما كانوا يقولوا صحابي كفوا عنه، بالعكس الصحابة سب بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعضا بسبب الذنوب والخروج على إيه؟ على الشريعة يا حبيبي، إيه ما في. لكن نحن أتينا بدين جديد وتصورات لا أدري من أين، الله المستعان. قال إن اتخذتن، فقال تبارك وتعالى فلا تخضعن بالقول، لأن كن بهذه المثابة وأنتن بشرط التقوى الأكرم والأرفع والأميز، ولذلك لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما معنى الخضوع بالقول؟ هو التكسر والتغنج في الكلام، تتكلم بكلام لين، بكلام لا يتكلم بمثله إلا مع الزوج، هذا كلام للزوج للبعل، ليس لرجل أجنبي، لا في تلفون ولا على الباب وكذا. المرأة الصالحة وبنت الناس وبنت الأصول والتي ربيت تربية سليمة، لا نقول تتكلم يعني إيه بإخشان وبقلة، أبدا أبدا، تتكلم كلاما معروفا قولا معروفا. فيهاتف مثلا أحدهم، السلام عليكم يا أختي، ترد وعليكم السلام ورحمة الله، هكذا، مش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين أنت يا أخوي، من وين أنت؟ هذه قلة أدب، هذه مياعة وقلة أدب. فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني دغل وفجور وريبة، يطلب الفاحشة، يطلب الكلام، يطلب التقرب، يطلب الوسيلة إليه. لا يجوز مرة تتكلم بهذه الطريقة، ليه؟ التكسر هذا وكذا وكثرة الكلام والأخذ والرد، ومين أنت؟ لا، إيش كلام فارغ هذا، قلة أدب هذه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا تريد يا أخي؟ والله أبو محمد كذا، أبو محمد ليس هنا، هل أبلغ رسالة؟ كذا. شكرا، السلام عليكم، مؤدبة هكذا وانتهينا، قول معروف. نفس الشيء حديث خلف الباب في الباب في أي مجلس، هكذا الحديث يكون، هذا صحيح. حين تسأل تأتي تسأل نفس الشيء، فضيلة الشيخ عندي سؤال لحضرتك، هكذا مش تضحك وتتثنى في فضيلة الشيخ، ليه؟ إيش الأسلوب هذا؟ هذه قلة أدب، قلة تربية، ما تكلم بالأسلوب هذا، لست أخاك صحيح؟ لست أباك، لست بعلك، تكلم باحترام مع الناس، ما تضحك في وجهي ولا أضحك في وجهك، ليه؟ إيش بيننا؟ صح ولا لا؟ تربية فضيلة الشيخ وهي ما في إحداد النظر، تحد نظرها، إحنا ما نقدرش نطلع، إحنا رجال وعندنا سبعة أطفال، ما نقدرش نحد نظرنا في امرأة، عيب، لأنه صح ولا لا؟ نزل عينك، نزل عينك وتكلم بأدب خشوع، صح ولا لا؟ هذه التربية، هيك بيستقر المجتمع، والشيطان بلاقيش إيه طريق له. لكن التفريط في الآداب القرآنية هذه يأتي بالبوائق والدواهي والعظائم والعياذ بالله، كما هو حاصل في الشرق والغرب. نعم، قال فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. شوف ما أعلم القرآن الكريم، يعني هذا الختام، هذا التذكير من أجمل ما يكون، كأنه يقول أنا لا أقول المرأة المسلمة إيه تكون إيه خشنة في القول مثلا أو تسيء الأدب واللياقة وتخرج على حدود المتعارف، الله قال ما أقولها ولا أدعو إليه، ولكن قلنا قولا معروفا. أنا رأيت من النساء المسلمات من لا يقولن أيضا قولا معروفا، هذا الطرف النقيض الآخر، نعم هكذا تتكلم، ليس هنا تمشي، هي أجنبيات خاصة تتكلم بالألماني، شو يعني مجنونة أنت؟ كأنها هبلة، يعني كأنها امرأة هيك مدخولة في عقلها، مش هكذا يا أخي، عاقلة، كوني عاقلة، والرجل يكون عاقل أيضا، صحيح؟ قال تعالى وقلنا قولا معروفا، الذي يتعرفه الناس، كيف المرأة المحترمة تتكلم؟ تكلم مثلها، كيف الرجل الراكش تكلم مثله، وبس انتهينا، ما تتعدى الحدود. وقرن في بيوتكن، ما معنى قرن؟ اسكننا، اسكننا في إيه؟ من القرار، قر يقر ويقر بالفتح والكسر، قر يقر ويقر إذا سكن، قرارا، القرار هو إيه؟ هو السكن، ومنه استقر، جاء في مكان واستقر، سكن فيه، ثبت فيه، واضح؟ طيب قر مضعف مثل مد إلى آخره، وهد كذا، طيب مد يمد، مد مدوا أنتم، امددنا أنتن، صحيح مش مددن، ما فيش، لازم تجيب الهمزة توصل بها، امددنا. طيب قر يقر، قر أنت، صح؟
اقروا أنتم، اقررنا أنتن، اقرر لازم لها. إذن أصل قرن اقررن. واحد قال لك في الصرف، جاك سؤال في امتحان في التفسير قال لك قرن إيش هذه إيه؟ وزنها بدك ترجعها لأصلها، أصلها إيش؟ اقررنا، أصلها اقررنا، فيش قرن ما فيها، ما بتكون شو قرن يعني اقررنا. وبعدين إيه للتخفيف صارت إيه؟ قرن كما تتلونها. نعم اسكننا، اضللنا في بيوتكن، نعم وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الجاهلية الأولى في جاهلية ثانية كذا، لا الجاهلية المتقدمة، يعني كل متقدم يسمى الأول وكل متقدم تسمى الأولى، هاي الجاهلية التي تقدمت على الإسلام، يعني الجاهلية التي إيه؟ سبقت الإسلام لأنها متقدمة فتسمى الأولى، الجاهلية إيه؟ الأولى يعني المتقدمة، الجاهلية السابقة، جاهلية إيه؟ السابقة أو المتقدمة. وبعضهم قال كقولهم جاهلية جهلاء، يعني جاهلية أولى يعني والعياذ بالله. زي حين نقول يوم الأول، الأول في الإجرام، الأول في كذا، جاهلية أولى يعني جاهلية جهلاء، يعني شفتوا اللغة ذكية جدا اللغة العربية، يعني جاهلية أولى رقم واحد في الجهل، يعني شوفوا اللغة العامية اليوم جاهلية أولى مش هتفهم لك إلا هكذا، يعني وكيف يعني كيف جاهلية أولى بمكان قولهم جاهلية جهلاء، هذا كما تفهمونه اليوم كعامة إنه جاهلية رقم واحد، جاهل رقم واحد، مجرم رقم واحد، جاهلية رقم واحد يعني جاهلية جهلاء، جاهلية إيه جهلاء. نعم طيب، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ما كان تبرج الجاهلية الأولى؟ اختلفت فيه الأقوال، فقال مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما شيخ المفسرين من التابعين، قال مجاهد تبرج الجاهلية الأولى ما كانت النساء يفعلنه من مشيهن بين أيدي الرجال، تخرج تمشي في الشوارع وتتقدم الرجال كمان وعادي، يعني رايحة جاية خراجة ولاجة، هذا هو. وقال إيه آخرون لا، بل قتادة مثلا قال قتادة تبرج الجاهلية الأولى، تبرج الجاهلية الأولى ما كانت النساء يفعلنه، ما كانت النساء يفعلنه، عفوا مش قتادة، مقاتل، مقاتل ابن حيان، مقاتل ابن حيان، تخرج إحداهن وتلقي الخمار على رأسها دون أن تشده، تلقي هيك. اليوم في بعض الفتيات المسلمات تفعل هذا، شيء بطال جدا، يعني أقول لها من غيره أحسن، يعني بصراحة تضحك على مين انت، على الله ولا علينا ولا ما بجوز هيك، والله صحيح ما في شيء هيك، نص عفه ونص شرف ونص التزام، ايش الكلام هذا؟ حطاه هيك الشعر مبين، الذنين مبينات، الاقراط مبينات، النحر مبين، العقد مبين، وايش الحجاب هذا؟ ودول شعرها مبين، يعني هيك نوع من التجمل، يعني مش حجاب هذا، هيك في الجاهليه كانوا تلقي الخمار على راسها دون ان تشده، فيبدو نحرها وقلائدها واقراطها وشيء من شعرها، هذا تبرج، هذا إيه؟ تبرج والعياذ بالله، واضح؟ نعم. وقيل التبرج أن تبدي من زينتها ما لا يحل إبداؤه لغير بعل أو لذي محرم، لغير بعل أو لذي محرم، إيش فقالوا كذا؟ لا باختصار ما عدا الوجه والكفين، نقول نقول كالذراعين قالوا والساقين من غير وفتحة الصدر، لا 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 ما عدا الوجه والكفين محرم، خلاص أي شيء يظهر مع وجهك محرم، هذا إلا إيه للزوج أو للمحارم، أو المحارم يجوز إظهار هذه الأشياء، أو يختلف الزوج عن المحارم كمان، هو عنده حدود إيه أقل. على كل حال قال ولا تبرجنا، لكن التبرج من إيش الكلمة هذه؟ من إيه؟ مشتقة من ماذا؟ من البرج، صعب تعرف أبو عمار، صعب، من البرج، والبرج هو إيه؟ العين الواسعة مع الحسن، البرج هو سعة العين مع حسنها، سعة العين مع حسنها، ومشتق منه إيش عاد؟ التبرج، التبرج كأنه اشتق على أي وجه؟ أنا عندي جواب، هذا اجتهاد الخاص لم يتكلم فيه العلماء، اشتق من البرج لأنه أكثر ما إيه؟ كانت تعنى المرأة العربية بإظهاره جمال إيش؟ عينيها، تزجي الحواجب وبعدين إيه؟ تكحي الأشفار وتعتني بالعين عناية خاصة، لأنه العين فعلا إن العيون التي إيه؟ فطر فيها حور قتلنا ثم لم يحين قتلنا العين، هذو يا ما قتلت وبدين بتبرقع انه في قباحه في ثلاث ارباع الوجه، والعين فيها جمال وبتغر الرجال عاد بالعين، عين المها عين الظبي بين الرصافه والجسري، المهم فالعين، فهذا لانه المقصود من التبرج ابراز ايش؟ العيون الجميله، هذا هو، هذا قوي
أو أيها الإخوة يكون التبرج على عمومه إبداء الزينة أيا كانت هذه الزينة لكي تلفت إيش العيون إليها فتتسع الأحداق الرجال. والنبي قال يعني إن أبصار الفحول طوامح، قال انتبه يا نسوان أبصار الفحول من فحول الرجال طوامح. معظم الرجال ما شاء الله عليهم تلسكوبات مركبين ينظر تجد من الرجال من يتقي الله في نظره. وأنا وصيت نفسي وإياكم ولكم اتقوا الله في أنظاركم، من أهم الأشياء. اللي يحفظ الله في نظره يمتعه الله بقوته وبأهله وبأشياء كثيرة بإذن الله تعالى. مهم جدا هذه النظرة ويعوضه لذة الإيمان يدوها في قلبه. واللي يطلق النظر هكذا تدوم حسراته، أما أن أطلق نظراته دامت إيه حسراته والعياذ بالله. وفعلا قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة أمرهن بالخير بعد إذ نهاهن عن الشر. الأول نهي عن الشر بعدين إيه أمر بالخير، تخلية وتحلية. النبي قال إذا إيه إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أهم شيء الانتهاء عن المناكر. انتبه، تعرف ليه؟ لما تأتي الله بقليل من الخير الصافي الجميل من غير مناكر معاه يقبلوا يثمروا يعظموا وتدخل الجنة. لكن تأتي وانت مخربط صلاة مع خمر مع كذب مع غيبة مع نميمة مع فواحش مع كذا وكذا، الله أعلم وضعك صعب كثير. انتبه، علشان هيك أهم شيء ابتعد عن المحرمات وبعدين اتقي الله في الطاعات. شفتوا جميل جدا ولا مش صحيح؟ جميل جدا. ليس جميلا في حس الإنسان ولا في وهم العامة حتى والخاصة أن الإنسان يأتي بعض الأفعال أو كثيرا من الأفعال الطيبة ولكن يخلطها بأعمال سيئة قبيحة يتشوه. هذا مثل عسل، مين أحسن؟ تأخذ لك ربع كيلو عسل صافي ولا 2 كيلو معهن إيش 100 جرام حنظل؟ لا 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 لا، خرب العسل، صح ولا لا؟ معطيني 10 كيلو زق عسل وحط له فيه 100 جرام حنظل حيخرب كله، يصير كله مر، صح؟ وتعيد جدا طعمه. أعطيني ربع كيلو عسل صافي ما فيش فيه أي قطرة حنظل، خلاص كويس هذا، صح ولا لا؟ هذا الجمال، جمال الدين، البعد عن المعصية. النبي قال إيه؟ وخير دينكم الورع، والورع هو الكف عن المحارم. قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. النبي قال بدك تكون عابد وناسك اتق المحارم، مش تصلي 1000 ركعة في اليوم وتحج كل سنة وتعتبر 50 عمرة، لا لا مش هذه هي. اتق المحارم، في ناس هيك بيعتمروا بحج وغيب ونميمة 24 ساعة وكذب ودجل ولصوصية وخصة ونذالة، مش حينفع، كله كلام فارغ، هذا لعب تتلعب دقاء أنت. هذه هي. قال إيه؟ وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله. لا دخلنا في آية الإيه التطهير، هذا بدها كلام عاد، حندخل شيعة وسنة وقصة كبيرة هذه وأهل بيت من هم وكذا، خليها لبكرة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.